السلام عليكم، صباح الخير البنات، اش خباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الورود والازهار وكل شيء زوين ان شاء الله لينا وليكم جميعا يا ربي. اش خباركم؟ كي دوزتوا العطله مع الوليدات؟ راحيتوا شويه فيديو جديد ماشي من داري، انا عند اختي وجبت معايا الخدمه لان جبت وليداتي شويه عند امي يلعبوا مع ولاد خالاتهم وهذا، وحتى انا جبت معايا خدمتي في الورشه المتواضعه ديال زكيه اختي. كتسلم عليكم بزاف وشكرا لكاع البنات اللي تواصلوا معاها بخصوص السريولات ديال المونطوني السورفيطات. شكرا بزاف البنات اللي تواصلتوا معاها، كاين اللي غير كتسول، كاين اللي طلبت كوموند، كاين اللي بغات شي حاجه لوليداتها، كاين اللي بغات لبسه ليها والبنت لولدها وليها هي والراجلها بحال بحال. شكرا بزاف البنات، ان شاء الله ان شاء الله الله يهديها هي. تنقول لها صوري وصيفطي لي، صوري وصيفطي لي، كتقول لي دليله راه ما عنديش الوقت ان شاء الله. الا كنت انا ما عارفاش قبل ما تسلم هي هذيك الطلبيه نصورها لكم، كتجي زوينه، فكره زوينه. اذا على بركه الله غنخدم لكم اليوم الكيمونو. واحد السيده في التعليق طلباتني قالت لي عافاك اختي شاركي معنا الخياطه ديال الكيمونو. ماشي مشكل، انا غادي انا ساليت هادو، ها هما درتهم ليمونش عاديين، ما طيحتش الكتف، درت الكميمات عاديين ودرت فيهم باندال تحت كيف كتشوفوا. لا فينيسيون دائما تنأكد على لا فينيسيون تكون نقيه وزوينه. درت فيه الفتيحات في الجنب، وهذا واحد اخر. ها هما البنات، راه انا اللي فصلت، تقولوا لي دليله لا شارياهم، لا دليله تتكذبي علينا، حاشا ما تنكذبش، تنشارك معكم اي حاجه. هذا الكميم عادي درت له السورجي هنايا بالباندا. الناس اللي تيبغيو الكيمونو ديال هذا راه ضروري غادي يكونوا شي بنات اللي ما كيبغيوش الثوب يكون ثقيل ولا هذا، هادو تيجيو صيفيين وغزالين البنات. ما شريتش الطراف، هذا الثوب ديال المترو ماشي ديال الطراف، يعني كتمشي عند الثوب كتختاري الميتراج اللي بغيتي. الا كان هكذا الكم هنا ماشي الكم اللي طايح بعشرة وكان الكم طويل في 60، من الاحسن البنات تاخذوا 22 جوج ونص. وفي وفي وشحال ما وفيتو زوينه البنات، كتوفي باش تفصلي فراحتك. اذا على بركه الله نحط هذه هنا ونجمع هذا، هذا حتى هو فيه الباندا البنات، ها هي شفتوا الباندا هابطه على طول الكيمونو، كيجي زوين بالفتيحه. هذاك الاولاني ما درتش فيه الفتحه. اذا بسم الله الرحمن الرحيم توكلوا على الله. الثوب اللي عندي دابا هذا غنطيح فيه، ضروري غنطيح فيه الكم على في 10، نيت الثوب على 4 كيف كتشوفوا. ها هو 1 2 وهذه متنيه هي 4، كتقديه كتشديه بالفنايت، شتي كتشدي بالفنيته باش يعاونك. الفصاله راني وريتها لكم مرارا وتكرارا، لذلك غنوقف الفيديو حتى نطراسي كلشي ونوريكم. الفيديوهات اللي قبل فيهم التفاصيل كلها، كاين واحد الفيديو ديال العبايه، كاين فيديو ديال الكيمونو اللي هو ان شاء الله غندير دابا. اذا بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو حتى هو. اذا البنات شوفوا معايا، ما خدرتش حتى 5 دقائق ما شاء الله، صلاه على النبي. انسان غير يكون عارف القياسات مضبوطه عنده، فهمتي كيفاش تعرفي القياسات تمكني منها. عندي واحد الوراقه ما عرفتش فين هي، طراسي تبغيتي نوريها لكم، كانت وراقه هي اللي حطيت فيها انايا العبارات ديالي ومنها خدمت.
باش ما نبقاش نتلف مره الا كنتي كتخدمي بهذه الطريقه هذه كوني متاكده ان حتى شي حاجه ما غتطلع لك خاصه. غتحطي شحال بغيتي في الدوره ديال العنق، كندير 9 لانني مازال غادي ندير الباندا البنات، ضروري هذيك 9 وكنهبط 3 هنا، كنمشي ب9 وكنهبط هنا ب3 صافي. اذا طول كلي ها هو عندي. اذا على بركه الله صلات على النبي البنات، ما تتاخدش منك باش تفصلي كيمونو، باش تفصليها البنات ما كتاخدش اكثر من 10 دقائق. وما تنساوش انكم ضروري تكونترولي وما تزربوش باش تكوني متاكده شنو خدمتي. كننصحك دائما تبعي الطريقه ديالي، دائما كنقولها لكم ما تجيوش تفصلي على الثوب مباشره الا كنتي عاد باديه. خدي ورقه تنيها ديريها على اساس انها هي ديال الثوب، هي الثوب. حددي شحال بغيتي في العنق، العنق دائما البنات كنقول لكم الا كنتو غتزيدوا الباندا خرجوا ب9 وهبطوا 3 في الظهر. قاعده كتقول نخرج الماكسيموم 8 ياك باش تكون الكورساج عادي. اما الكول راه تقدري تبدعي فيه، تقدري طيحي حتى لهنا الا كنتي بغيتي ديري كول باطو محلول هكذا، راه تقدري تجي هنا العبار اللي بغيتي غير في الكيمونو باش مني تلصقي الباندا، غتلصقي الباندا غتزادك هنا عاوتاني العبار ديال الباندا. من الاحسن ديري الخياطه على 9 وتهبطي ب3. شوفي العبار شحال عندك، عندي 21 كنهبط ب3. الا بغيتي كم عادي غطراسي التركيز ديالك، الا بغيتي هابط كطيحيه ب10 ب12 على حسب اللي بغيتي. هنا كنهبطي بين 28 و30 32 على حسب الفوليوم اللي انت باغا ديال العرض، كاين ما تيبغيش هاد الخياطه كبيره. شوفي ما بين 26 و30 كتحدي العبار ديال الصدر، الحزام، الحوض والطول الكلي. كتكتبي كل شيء، شوفي لكم شحال خصك ديري في العطف، في التنيه لتحت في الاغلي عندك 58 ما تقطعيش 58، دائما كتبي زائد 4 باش تفكريها وشحال بغيتي هنا في الكم. هادشي طبقته هنايا، ها هي العنق، الكم، حددت الحزام الحوض باش منه نكون متاكده. نجيب الخط حتى لتحت، الطول ديالو درت 1.36 مازال شريط ليا هنا فين غنطراسي لكم والباندا اللي غتخرجني من الجنب صافي. نقطع ونرجع لكم، ما تنساوش انه متني على 4 هذا الظهر، وهنا غنقطع هاد لاليزيغ بالمقص باش ما تبقاش باينه في الخياطه، وغندير خط مائل 35. انا نشرح لكم، غندير في الامام غندير من هنا حتى لهنا 35، ندير خط مستقيم نقطعه بالمقص، وهاد القنت اللي كيكون هنا داري لما تتحملش القناه غديري البيستولي باش ديري هكذا تقتليه. غيجي البيستولي هكذا، انا نوريك مني غيكون هذاك القنت، تنبغيش انا القناه غادا تقتليه بالبيستولي هكا، غادي يجي هكا صافي. وغتبعي بالمقص وتقطعي، وتما غادا تدور الباندا. يلا نفصل وانا نرجع لكم. اذا شوفوا البنات هاهي هنايا الظهر صافي، ها التقويره ديال الظهر قلت لكم حيدوها. هذه هي الهبطه اللي غتهبطوا 35، حسبتها من هنا بالسنتيم حتى لتحت 35 36، ديروها مائله. وقديت القنت هنايا بالبيستولي وفصلت. اذا نفصل الكمام، الكمام ما تنساوش انكم هنا طحتوا ب10، اذا الطول ديالكم اللي غتراسيو غيكون ناقص 10، عندك تراسيو لكم ويجيكم طويل. دائما نقصوا 10 وطيح هاد الكم غطيحوه ب6 لان 6 هي فين طحنا هنا، هذيك 6 ديالكم راه هي باش طحنا هنايا 6 ديال الكتف، كانت هنا في الاول 3 ولكن مني زدنا الخط ديال الكتف 10
لقينا من هنا لهنا الخط الاصلي 6، اذا حتى في الكم غطيحي بهذيك 6. اذا ها هو البنات، نعاود معكم شنو درت. الكم العرض ديال الكم 30 هو اللي غنخدم عليه. ها هي 30 من هنا حيت هنا لتحت، ها هو العرض ديال الكم 30 بالضبط. طيحت بستة اللي قلت لكم وهبطت بخط مائل، خصني نتاكد فيه حتى هو كاينه 30. ها هي 30 كاينه في هذاك الخط المائل. نحسب الطول اللي بغيت ديالكم، انا درت 50 زائد 10 ديالكم هي 60. صافي، هنايا كتشوفوا جوج باندات على طول العرض ديال الثوب اللي شاط، كل عرض باندا 12. ها هي هنا هاد الباندا 12، هاد الباندا 12، خاص يكونوا عندنا جوج باندات ديال في العرض ديال التوب. اللي العرض ديال التوب كيكون مترو 50، يعني مترو 50 ومترو 50 راه هي الباندا اللي غادا تدور على الكيمونو كامل وتبقاي تعاوني راسك بالفنايت. نتمنى الامور تكون واضحه. التصويره البنات على قدي، راكم عارفين مشكل التصوير عندي ايد وحده، وكنخدم بايد وحده، ما عنديش فين نعلق التليفون، ما كايناش في داري، دونك كنديباني باللي كاين وصافي. المهم ان الفكره توصلكم وتستافدوا. انا غنفصل وندوز للخياطه وانا معكم. على بركه الله البنات، نبداو بالخياطه. شوفوا معايا حتى البنات، لان التوب داك الرطب الحرير راه صعيب البنات. دائما عاونوا راسكم، عاونوا راسكم بالفنية تعفاكم، خصوصا المبتدئات ضروري اختي الفنيته. ها هما هادو جوج قطعات ديال الامام اليسار واليمين، وغنحطوا عليه قطعه ديال الظهر، وغنخيطوا الكتاف. غنخيط هذا الكتاف بالبيكوز، نخيط هذا الكتف بالبيكوز وندوز نخيطه بالسورجي. ها هي البنات، شوف درتها بالبيكوز وعاودتها بالسورجي. بطبيعة الحال راه شي مبلس من بعد غادي تصلح. مني درت السورجي، درت السورجي حتى التقويره ديال الظهر والقدام كامل حتى لتحت. دابا غنجي شنو كاين هنا، كاين الكمام. اذا غناخذ الكمام غنلاقيهم، غناخذ هنا مثلا هاد الجهه هادي كيف كتشوف، ها هي. وغناخذ لكم الفوق ديالكم هو هذا، غنقلبو وغنبدا من هنا حتى يكمل. والجهه الاخرى كذلك غنلصقها بالبيكوز، ما نقدرش البنات كنخيطو شادة التليفون، سمحوا ليا. مهم ان الفكرة توصل، ومني غنلاقيهم بجوج غنمشي نفينيهم بالسورجي. هانتوما البنات بغيت نوريكم مني كتبداو تلاقيو لكم. دائما عبروا في الفصالة واش تركيز الدورة ديالو نفسها العبار اللي عندك في الراس ديالكم، دائما بالسنتيم تحقي باش في الخياطه تجيك الحد في القد، حتى شي حاجه ما تجيك متفاوته، يجيك سنتيم مع السنتيم ديالو تخيطي. واللي كتخاف دائما تخدم بالفنايت البنات، دائما الفنايت كنقولها خصوصا هاد التوابات، يعني اللي مولفات الخدمه. انا ورا تندير الفنايت البنات صافي، قوت ما انا كنقول لكم ديروا الفنايت ديروا الفنايت، انا دخلت لي الراسي نبقى دائما ندير الفنايت، خصوصا في التواب كي قلت لكم اللي كتكون رطبه وكت دغيا كتفاوت، فهمتي؟ صعيب انك تحكميها، سهلي على راسك الخدمه انك اولا تكونترولي تعبري، ثانيا انك ديري الفنايت. ما غنقدرش البنات نصور واخا خدامه. المهم نحاول معكم نخرج على راسي. اذا الفكره وصلتكم، انا نوقف حتى نعاود نرجع لكم.
هانتوما شوفوا اللي قلت لكم، حد ما شاء الله في القد، ما كاينش شي حاجه زايده ولا ناقصه، الحد في القد. غنكمل وغندوز فينا بالسوشي. هاي الكوب مع التركيز، هاي كملتها. اش غندير دابا؟ غندوز نخدمها بالسوشي. باش نفينيها كامله، ندورها كلها، ما نقدرش نغامر البنات. عرفتي لاش شدي التليفون وكنصور لكم؟ مشى عليا السورجي ومشى تشوف. انا نكمل لكم البنات، نوقف حتى نكمل ونوريكم. اذا نشوفوا البنات، ها هي سورجيتها لكم. غادي نجمعوا دابا من الجناب، نقاد الجنب لكم من لكم من هنا، وغنلاقي فاش نكون البنات كنلاقي، خاصة هاد الخياطة تجي فوق هاد الخياطة، ما تقوليش ليا جاتك هكا. اذا ما حسبتيش مزيان وما عبرتيش مزيان. هذا بالنسبة لي انا دليلة ديفو، ما يجيكش مفاوت ولو بسنتيم ولو بجوج سنتيم، ضروري اختي هاد الخياطة فوق الخياطة. صافي نبقى متبعاها ونجمعها حتى لتحت ونرجع لكم. غنديرها بالبيكوز ونعاودها مرة اخرى بالسورجي. اذا البنات شوفوا هانتوما، منطيت لكم ها هو، شتي مقاد ها هو اللي قلت لكم خاص يجي ملاقي على الملاقيه، لقيتو حتى لتحت بالبيكوز. ها هو الشكل ديالو، درت فيه الافتتاحات كمل. ها هو بديت معكم الكيمونو من اول خطوه، ها هو لكم نقلبوا. شنو بقى ليا دابا البنات؟ ان شاء الله بقى ليا غير الباند اللي غنلصق هنا على الطول. ها هي باقا مفصله، هادو تقالات البنات، لا لقيتو شي حاجه ديال الحديد بحال هكا تعاونكم باش ما يهربش ليكم الثوب. انا كنتقل بها. ها هي الباند الاولى والباند الثانيه، غنخدم بهم. غادي نتني لكم فين هو، غندير ليه سورجي وغنتنيه جوج تنيات فقط. هنا كذلك غنتنيه جوج تنيات. اذا انا معكم حتى نبدا الباندا ونصور لكم. هانتوما البنات الباندا، غنلاقيوها من هنا جوج باندات، غنلاقيهم نخيطوهم وغنديروا لهم السورجي ونلاقيهم في الكول، تقويره ديال الكول. غنحسب النص هنايا وغنحط هنا الخياطه اللي غنلاقينا هي اللي خصها تكون هنا. غنخدم النص، نبدا من هنايا نخدم هذا النص اليمين، منين نوصل حتى لتحت ونكمل بالفنايه البنات نبدا النص الاخر. انا غنوريكم. اذا شوفوا البنات، انا لقيتها، غنتنيها هكذا الباندا غدا تكون. والبنات اللي كتفتل ليهم الباندا كتجي معوجه بحال هكا، كتبقاش لي مي، خصها تكون تمشي الخط بالخط هكا. كاين اللي كتفتل ليه كتجيه مفاوته هكا، ياك. غنوريكم الطريقه، غتشدوها هكذا تبتوها بالفنايه كلها، تنيو وديروا الفنيته، تنيها وديري الفنيته. ضروري يكون عندك الفنايت بالزايد حتى الاخر ديالها، حتى لهنا ديري فنيته وتجي صافي وتبلاكيها. تبلاكيها يعني تحكميها بالبيكوز وتدوريها في السورجي، وعاد تشدي الكيمونو تحيدي هذوك الفنايت اللي كنتي دايره هنا وتلصقيها بالفنايت على الكيمونو من التحت بشويه بشويه بشويه، تشوفيها واش قاده هذيك الدوره كامله ديال الكيمونو، وتجي تخدميها بالبيكوز. اذا شوفوا البنات، ها اللي تتخاف من الباندا، انا ما تنديرش هذه الطريقه ولكن درتها على قبلكم. ها حكميها بالبيكوز وفينيها بالسورجي ولصقيها في الكيمونو على الطول اللي فين باغا تلصقيها انتيا بالفنايت، وخدمي بشويه بشويه
هاد الخياطه فين كانت تلاقات في الاول غادا تكون في النص ديال التقويره ديال الظهر. انا غنخدمها ونوريكم النتيجه. هانتوما البنات كتشوفوا معايا انا شاداها في يدي، نتوما ديروا الفنايت. ها هي الباندا، ها الطول ديال الكيمونو من القدام. غنبقى غادا بشويه بشويه كندير في الفنايت باش نعاون راسي حتى نكملها على الطول ديالها. البنات هنا غنوقف الفيديو ومن بعد غندير فيديو نوريكم فيه هاد لي تخوا بياس اللي خدمت دابا كيف دايرين صلحتهم. نتمنى يكون الفيديو فادكم، نتمنى فعلا تكونوا هادشي اللي وريتكم محتاجين ليه. ودائما انا كنقول لكم اللي خصها شي حاجه تواصل معايا في التعاليق. وكيف كتشوفوا انا ما كنتش غنصور هاد الفيديو، ولكن واحد السيده قالت لي عافاك وريني المونتاج ديال هذيك العبايه الخضراء. هي هادي راه نفس الكيمونو ديال هذيك العبايه، وعدتها انني نوريه ليها. ما تنساونيش من الدعاء واشتركوا عفاكم في القناه، ديروا البارطاج، ساعدوني بالتعاليق ديالكم، ولو تكتبوا لي غي دليل الله يرحم الوالدين، والله يرحم والدينا ووالديكم. شكرا.